وقل رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأزكى صلوات الله وتسليماته على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. ثم أما بعد، فيما يتعلق أيها الأحبة الكرام، جاءني هذا السؤال فيما يتعلق بأعياد رأس السنة. أعياد رأس السنة، هل يجوز أن يهنئ الناس بعضهم بعضا أم لا؟ احنا اتكلمنا في المرة الماضية عن الكريسماس، واليوم بأمر الله سبحانه وتعالى نتحدث عن رأس السنة. الحديث عن رأس السنة هو حديث لن يطول بأمر الله تعالى، لكني أريد أن أصل له كالعادة. أولا، هو ايه رأس السنة؟ رأس السنة ده عبارة عن التاريخ الميلادي الذي ينسب إلى سيدنا المسيح صلوات الله وسلامه عليه. والأصل أن هذا التاريخ الموجود الآن اللي هو الـ 12 شهر عبارة عن تراكمات متداخلة من التعديل والتطوير مر على يد القساوسة والحكام. الشهور لم تكن بهذه الصورة التي نراها الآن، ولكن بعض الحكام كان لأمر ما يزيد وينقص ويزيد وينقص حتى استقر الأمر على ما نحن عليه الآن. واعتمد هذا التاريخ في عالمنا العربي وفي عالمنا الإسلامي، وأصبح الناس يتعاملون فيه تقريبا في معظم دول العالم العربي والعالم الإسلامي. النقطة الثانية هو، هل رأس السنة يأخذ طابع ديني كما في الكريسماس، أم أنه يأخذ الطابع الاجتماعي؟ هنا الإشكالية الذي ينظر إليه على اعتبار أنه ذا طابع ديني على طول. أي حاجة تتعلق برأس السنة الميلادية يبقى حرام 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 قولا واحدا، يبقى الاحتفال حرام، المشاركة حرام، التهنئة حرام، كل حاجة حرام. ليه؟ لأنه عنده أنه ذا طابع طابع ديني. لكن لو اعتبر أن هذا سنة بتمر وخلاص، مرت سنة وبعدها سنة وبعدها سنة وقد سنة، والناس بتقعد مع بعضها في أجازة 3 أيام 4 أيام أسبوع 10 أيام تقريبا، يبقى ده في حد ذاته يأخذ الطابع الاجتماعي. يقولون لا، هو طابع دين. إيه الطابع الديني اللي فيه؟ قال له مرتبط بالمسيح عليه السلام. والأصل أنه ليس ذا طابع ديني، لأنه حتى وإن ارتبط بالمسيح صلوات الله وسلامه عليه وميلاده، لا تجد أصلا هناك شعيرة معينة أو عبادة معينة أو صور الاحتفال فيه. ما رأيته، لا أرى أنه يأخذ الطابع الديني، وإنما يأخذ الطابع الاجتماعي. طيب تعالوا نتكلم زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت في موضوع الاحتفال والمشاركة ثم التهنئة. موضوع الاحتفال به كثير من العلماء على أنه بما أنه طابع ديني، له طابع ديني، هيكون إيه؟ هيكون حرام، فلا يجوز الإنسان أن يحتفل به، فضلا عن أنه تصاحبه أو نصاحبه عدد من المخالفات والمنكرات. يبقى بما أنه طابع ديني وبما أنه يصاحبه عدد من المخالفات والمنكرات، وبما أنه تشبه بغير المسلمين، وفي الحديث عند أبي داود رحمة الله عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منه. بيبقى بالتالي طبع دين. اثنين، فيه نوع من أنواع التشبه بهؤلاء القوم. ثلاثة، فيه نوع من أنواع المخالفات والمنكرات. أربعة، أمر لم يفعله الصحابة ولا السلف من قبل. عد كما ذكرنا الأدلة التي ذكرناها في الكريسماس، يبقى في النهاية سنصل عند هؤلاء إلى أنه حرام. لكن الذي أراه في هذه المسألة أن قضية إن بعض الناس في هذه الأيام لا يرون بعضهم البعض إلا من السنة للسنة تقريبا، فجاءتهم هذه المناسبة فاجتمعوا في بيت أحدهم، أو خرجوا في فسحة أو نزهة، أو خرجوا من ولاية إلى ولاية فأحدثوا طعاما أو شرابا أو إلى آخره، هل هذا يعد فيه نوع من أنواع يأخذ الطابع الديني أو إلى آخره؟ طبعا لا، لا يجوز أصلا أن نقول هنا، لا تستطيع أن تقول إن في طابع ديني قائم وموجود. وبالتالي أرى أنه ليس هناك من مانع
إذا كان هناك احتفال أو مشاركة بشرط ألا يكون هناك ما يخالف شرع الله جل وعلا في الاحتفال، ألا يكون هناك أي نوع من أنواع المخالفات والمنكرات. فإذا وجدت المخالفات والمنكرات قلنا بالحرمة، ولا يجوز للإنسان في هذه الحالة أن ينزل على هذا الاحتفال أو المشاركة في هذا الاحتفال. جماعة يمنيين قعدوا مع بعض وجابوا في رأس في يوم رأس السنة الصبح، يعني جابوا شوية حنيس، الجماعة الإخواننا المغاربة جابوا مش عارف شوية برغل ولا شوية كسكس، إخواننا مش عارف الجزائريين والتوانسة زيهم، مش عارف الأردنيين ولا الفلسطينيين جابوا مقلوبة ولا هذا لا شيء فيه، المصريين جابوا شوية محشي، هذا لا، هذه أمور تأخذ طابع الفلكلور لا تأخذ طابعا دينيا. فأقول أن هذا لا يعد احتفالا دينيا، وبالتالي لو اجتمع الناس على طعام أو على شراب فيما شابه ذلك لا أرى في ذلك مانع. تأتي قضية أيضا موضوع الاحتفال، موضوع التهنئة. طب ينفع أقول لحد كل عام وأنت بخير، سنة جديدة، كل سنة وأنت طيب، عام جديد، كل هذه الأمور أيضا هذه المسألة قال بعضهم فيها بالحرمة. بعض الناس يحرمون أن تقول جمعة مباركة، وحتى في العيد في عيد في رأس السنة الهجرية عند بعض الناس أو بعض العلماء يقولون بأن هذا حرام، وبعضهم في كل شهر يقولون بأن هذا حرام. لماذا؟ لأن هذا لا يدخل، لم يفعله النبي صلوات الله وسلامه عليه. طيب لو كان الأمر في يوم الجمعة حرام، وفي الشهور العربية حرام، وفي رأس السنة الهجرية حرام، يبقى بالتالي يكون في رأس السنة الميلادية التهنئة هتكون إيه؟ هتكون حرام. ده حتى التهنئة بين مين ومين؟ بين مين مسلم وبين مسلم، هنا يكون الأمر حرام. والذي وهؤلاء حتى لا يقال بأن القضية يعني قال هؤلاء هذا الكلام عند أنفسهم، لا، وإنما عندهم من الأدلة ما يعتمدون عليه. قالوا أن هذا فيه نوع من أنواع التشبه الذي نهينا عنه، وقد روى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. نقول يا أيها الكرام، هل المقصود بالتشبه هنا التشبه في أي شيء، أم إنما يكون النهي عن التشبه في الأمور في العقائد والعبادات؟ طب ما احنا تعالى النهار وقف اتنين جنبنا كنيسة وجنبنا مسجد، هات اتنين من عند طالعين من الكنيسة واتنين طالعين من المسجد، تعرف تفرق بينهم في الشكل والمنظر والهيئة واللباس والزي؟ لا تستطيع أن تفرق. هل الآن دلوقتي كان زمان يقعد يقول لك أصل البنطلون حرام والجاكيت حرام والبدلة حرام والجرافتة حرام، وكتب أحدهم القول البت في تحريم الجرافات، خدت بال حضرتك؟ طب لا، الآن دلوقتي القضية أصبحت أكثر وضوحا من ذي قبل، وكل لابس زي بعضه. فالتشبه إنما يكون في الأمور. الإمام المناوي رحمة الله عليه في كتابه فيض القرير يقول تشبه بقوم، أي تزيى بزيهم في ظاهره بزيهم، وفي تعرفه بفعلهم، وفي تخلقه بخلقهم، وصار بسيرتهم وهديهم في ملبسهم وبعض أفعالهم. إذن هذا التشبه أصبح تشبه في الظاهر وفي إيه كمان؟ وفي الباطن. لكن التشبه في الظاهر في حد ذاته وحده لا يعد أمرا منهيا عنه، لأن اللي كان بيفصل ثياب النبي عليه الصلاة والسلام، النبي كان بيجيب زيه من عند مين؟ اللي بيجيب من عند أبو جهل، واللي كان بيجيب من عنده عبد الله بن أبي بن سلول. كان في تشبه في الظاهر أم لا؟ كان في تشبه في الظاهر، فهذا يعني ينبغي أن نخف عنده. قالوا بأن هذا بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يحتفلوا بمثل هذه الأشياء. ونقول بأن البدعة المنهي عنها هي التي تكون في العقائد والعبادات، أما ما كان في العادات. واحد يقول لواحد كل سنة وأنت طيب، واحد بيقول لواحد أيام جميلة، واحد بيقول لواحد، هل هذا فيه نوع من أنواع الابتداع؟ ليس من الابتداع، وإنما الابتداع في العقائد والإيه؟ والعبادات. أما المعاملات فلا تدخل في باب المنهي عنه. رقم ثلاثة، قالوا بأن التهنئة إنما تكون عند حدوث نعمة ودفع نقمة. طب اللي عد عليه سنة فيه نعمة جد؟ ما فيش عنده. طب فيه نقمة دفعت؟ يقولون لا. ونقول بل بالعكس، كل يوم يمر على الإنسان في حد ذاته ما كان في طاعة الله جل وعلا فهو نعمة من نعم الله جل وعلا. الحسن البصري كان يقول يا ابن آدم ما من يوم ينشق فجره إلا وهو ينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما
والحديث في الصحيح عند الإمام البخاري رحمة الله عليه لما رأى أحدهم يتمنى الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت ليه؟ إما محسنا فلعله أن يزداد وإما مسيئا فلعله أن يستعتب ما يمكن يتوب فدي أيضا قضية فمجيء يوم علي فرصة أتوب إلى الله سبحانه وتعالى إن كنت مسيئا فرصة أعمل عمل صالح إن كنت محسنا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس بن عبد المطلب لما زاره في مرض ووجد العباس يعني يتمنى الموت قال له يا عما يا عباس لا تتمنين الموت لضر أصابك وإن كنت لابد فاعلا فقل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي قالوا أيضا هو حرام لماذا؟ قالوا أنه بيتكرر مرة في السنة وكل وهذا التكرار يعد عيدا وهذا منهي عنه ونحن لنا عيدان نقول لا التكرار العيد إنما يحرم الأمر إذا تكرر وشرعت فيه عبادات لو هناك عند القوم عبادات وطقوس دينية في رأس السنة يبقى أصبح إيه؟ يبقى أصبح عيد لكنه هل في حاجة من هذا القبيل؟ ما فيش حاجة هو يوم بيعدي سنة جديدة الناس في أجازة قاعدين بيأكلوا قاعدين بيشربوا وعملوا شوية زينة على اعتبار أن عاما جديدا أتى وبالتالي نقول أن هذا لا يدخل في باب العيد قالوا هذا سيفتح بابا كبيرا فيما يتعلق هنحتفل بقى بالعيد الوطني والعيد القومي وعيد النصر وعيد الاستقلال وعيد 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 ونقول وما المانع في ذلك هذه الأعياد ليس هناك من مانع أن يحتفل فيها الإنسان إيه المانع أن الواحد يحتفل بالعيد الوطني للبلد بتاعته حتى وتسموه عيدا هو يسمى عيد من باب المجاز لكنه احنا ركزوا يا اخوانا على هذه النقطة المهمة العيد الذي يحرم بعودته اللي هو بيروحه بيجي كل سنة او كل شهر او كل اسبوع اذا كانت هناك عبادة معينة فيه فاذا لم تكن هناك عبادة معينة فلا يدخل فيما يسمى بالعيد الا كل هذه الأدلة تجعلنا نقول بانه لا مانع من أن يهنئ الناس بعضهم بعضا في كل سنة تجد سواء كان سنة هجرية أو سنة ميلادية سواء في كل أسبوع سواء في كل شهر هذا لا مانع فيه لا يمنع الإنسان من ذلك خصوصا في هذه المناسبة أنها مناسبة اجتماعية وليست مناسبة دينية وفي المناسبات الاجتماعية الإسلام أباح لنا إن احنا نهنئ الناس غير المسلمين لو كانوا مولود طبعا المسلمين ده شيء طبيعي انك تهني من اتاه رزقه الله جل وعلا بمولود من اكرمه الله جل وعلا ونجح ولده من من الله جل وعلا عليه وزوج ولده لو واحد ربنا اكرمه وتخرج من الجامعه او الى اخره مش هذا جائز مع المسلم ومع غير المسلم طيب هذه مناسبه اجتماعيه ولا شيء في ذلك بالمناسبه الصحابه عليهم رضوان الله لما ارادوا ان يتخذوا العام الهجري للتاريخ الم يقترح فيما اقترح أن يؤرخوا بتاريخ الرومي وتاريخ الفرس اقترح ذلك أم لا؟ اقترح ذلك لم يكن الاعتراض على لو أن الأمر محرم كان واحد من الصحابة لما اقترحوا ذلك على عهد الخليفة عمر يقولوا لا اتق الله هذا حرام لا القضية أنهم أرادوا أن يكون لهم ما يميزهم عن غيرهم آخر حاجة نقولها هنا بإن قضية التهنئة لا تدخل في أمر العبادات ولا العقائد وبالتالي ليس هناك مانع من ذلك لكن يشترط في هذا كله موضوع للاحتفال إذا احتاج الإنسان إلى ذلك أو اضطر إلى ذلك أو المشاركة يعني عندهم في الشركة عاملين احتفال ودعوا الناس أنا أقول أنه لا مانع من المشاركة لكن بشرط واحد إني أن تكون هناك حاجة في حاجة داعية لهذا الاحتفال أو هذه المشاركة واحد قاعد مع أولاده أيام أجازة ما تيجي النهاردة في حاجة لمثل هذا الأمر رقم اثنين ألا يكون من تهنئه أو من تشاركه معاديا للإسلام أو معاديا للإنسانية ما يكونش واحد معروف كده بعدائه لخلق الله سواء مسلمين أو حتى مجرد إنساني رقم ثلاثة ألا يكون هناك نوع من أنواع المنكرات تتعلق بالتهنئة أو تتعلق بالاحتفال أو تتعلق بالمشاركة فإن وجد كان على الإنسان أن يكون بعيدا عن هذه الأمور
أربعة، ألا يكون في التهنئة لغير المسلم نص قرآني، لأنه قد يسيء إلى هذه التهنئة، ممكن تجيله التهنئة وخصوصا إذا كانت في ورق أو ما شابه ذلك فيلقي بها على قارعة الطريق. الشيء الأخير وأختم به، هل يجوز للناس، هذا الأمر سئلت فيه في العام الماضي وتكرر، هل يجوز قيام أو تخصيص ليلة رأس السنة بعبادة معينة أو يوم رأس السنة بعبادة معينة؟ بعض الناس قالوا إحنا عايزين نعمل اعتكاف نعتكف فيه في المسجد في هذه السنة في رأس السنة. أقول لا تخص ليلة الجمعة، ليلة الجمعة لا تخص بقيام ولا يومها بصيام، ولا رأس السنة الهجرية يخص يومه بصيام، ولا ليلة رأس السنة الهجرية بقيام، لم يرد هذا. فإذا كان ذلك في ليلة الجمعة وفي رأس السنة الهجرية وفي كل شهر من الشهور فهو من باب أولى في رأس السنة الميلادية، يبقى لا نأتي بعبادة تشرع في مثل هذا الأمر. لكن ماذا لو إني، وده موجود في العالم العربي والعالم الإسلامي طبعا هنا من باب أولى، إذا كان في رأس السنة هناك من الحفلات الصاخبة وفيها ما فيها من المجون وفيها ما فيها من المنكرات وفيها مش ده بيبقى موجود في بعض، قد تباح عند البعض لكنها لنا كإسلام غير جائزة، فماذا لو أردنا أن نجمع الشباب في مركز أو في مسجد أو ما شابه ذلك حتى لا يذهبوا لمثل هذه الأماكن، جائز أم غير جائز؟ هنا أقول بالجواز. يبقى الأصل ما نجيش بقى النهاردة ليلة السنة الميلادية تعالوا مش عارف نعمل إيه ونعمل إيه، لا هذا يطلع. لكن لو أننا قدرا جلسنا وكان في يوم زي كده وعملنا درس وبعدين ما نتظر نصلي قيام ليل، فكثير من الناس في هذه الليلة على معصية، فلا أحب من أن نكون أقرب إلى الله جل وعلا، هذا لا مانع منه. طيب لو علمنا أن هذه الليلة يعني يستقطب الشباب والفتيات للذهاب إلى أماكن فيها معصية، هل يجوز أن نجمعهم على نشاط أو ما شابه ذلك خصوصا في هذه الديار؟ نعم هذا جائز، والله تعالى أعلم. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يغفر لنا ذنوبنا، وصلي اللهم وسلم وبارك على حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو حد من الإخوة عنده سؤال فيما يتعلق بهذا، أما إذا كان لا يتعلق فنرجئ له غدا أمر مفتوح. حد عنده حاجة في هذا؟ بالدوران نعم. الشمس. الأرض على الشمس. صحيح. وهذا اتفق عليه الناس إنه فأظن الموضوع مش داخل في الجانب الديني. لا ما أنا قلت في البداية أن هذا لا علاقة له بالجانب الديني، داخل الطابع الاجتماعي. ما أعرفش الناس اللي حرموا يعني. لا والكلمة اللي حضرتك قلتها، الكلمة اللي حضرتك قلتها إن الناس بتشوف فيلم بعيد على حاجات كتيرة ملموسة. صحيح. مش موجودة. نعم. هي زي ما حضرتك قلت ده معاد متفق عليه. إنسان الناس اتفقت. الوطن. هو احنا على فكره بالمناسبه لك ان تسميه اليوم الوطني واليوم مش عارف ايه، ممكن تسميه كلمه يوم بدايه السنه بس. هذا نسال الله جل وعلا العفو والعافيه، تقبل الله جل وعلا منا ومنكم وان يغفر لنا ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.